بسم الله الرحمن الرحيم في بداية أشغال هذا المجلس الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة أود أن أوجه تحية تقدير لكل نساء المغربيات اللواتي بصمنا على مسار مشرف در على درب المناصفة بعد ما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله والانخراط الفعلي لكل لكل القوى الحية للبلاد. واليوم نعتز بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية مسؤولية حقائب استراتيجية وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية. كما تولي الحكومة مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. وهنا نذكر أن تأنيت المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022 ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023. وتواصل الحكومه العمل على دعم الحقوق الاساسيه للنساء في المؤسسات وتمكينهم من الحقوق السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه حيث احدثت الحكومه لاول مره اللجنه الوطنيه للمساواه بين الجنسين وتمكين المراه والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين وغيادة سيدات السادة الوزراء من خلال هذه الخطة تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل باعتباره احد ابرز الالتزامات الحكومية. وبخصوص ملف التشغيل هذه مناسبة لنذكر بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع الاقتصاد الوطني رغم صعوبة الظروف الحالية المطبوعة بآثار الازمات المتتالية حيث سجلت انشطة الغير فلاحية معدل نمو قدره 3.6% سنة سنة 2022 وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019 والذي بلغ 3.1% سنوياً كما ساهمت الأنشطة الغير فلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صافي سنة 2022 وهو مستوى يقترب كثيرا ورغم صعوبة الضفية من معدل 190 ألف منصب شغل صافي المسجل خلال الفترة 2015 و 2019 وبفضل دينامية الأنشطة الغير فلاحية ورغم تراجع النشاط الفلاحي انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022 ومع التنامي المستمر للأنشطة الغير فلاحية والتحسن الملحوظ التي تعرفه السنة الفلاحية الجارية نتوقع أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة من مجال التشغيل من جهة والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهه اخرى من تعزيز فرص الشغل خلال سنه 2023 وهي مناسبه كذلك مذكره بوضع الحكومه لبرامج مبتكره من اجل تحسين قابليه التشغيل وتعزيز حضور الادماج المهني وتشجيع المبادره الفرديه والحراه خاصه منها برامج اواش العامه الصغرى والكبرى وفرصة التي افازت عن حصيلة ايجابية السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنين والمواطنات. كما نتوقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الشغل حتى نبلغ معا سيدات السادة الوزراء مقصد خلق مليون فرصه شغل خلال هذه الولايه الانتدابيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى